طبعا بس شكر وتقدير قبل أن نختتم هذا الاجتماع طبعا للأخوات المخلصات في اللجنة النسوية لمسجد أهل البيت. أنا ذكرت يعني صراحة جهود ونشاط رائع، ودائما يعني هن يعني مهتمات المسجد اهتمام كثير ويعطنا الأولوية، وحتى خطية جاي ناخذ من أوقاتهن وأوقات عوائلهن لإداء مأهامهم. أيضا حسينية الإمام المهدي بإدارة الحاج أم مهدي تقوم بكثير من النشاطات والبرامج في مسجد أهل البيت، عفوا العلوية أم مهدي جزاها الله ألف خير. كادر مقرأة متى نراك ترانا ونراك اللي قلنا لها تأسست خارج أستراليا، وهي تعنى بالتلاوة والترتيل والتجويد وحفظ القرآن الكريم، هذه بدأت تسعى ربيع الأول ومستمرة، والكثير من الأخوات بها يعني. أيضا شكر إلى الدكتورة أم زيد وما تقدمه من برامج بالأخص برنامج التكليف للفتيات. شكر أيضا إلى مؤسسة بنت الهدى لدعمها لصندوق الأيتام والمحتاجين، هي عندها مشروع سنوي تعطي جزء كبير من عنده لهذا الصندوق. شكر إلى مراكزنا، مركز الإمام علي ومركز الحسن المجتبى والمراكز الأخرى. شكر إلى أخ حيدر الجبوري على فكرة الرحلة ودعمها المادي، جزاه الله ألف خير، كانت الفكرة فكرته، وأيضا دعمها ماديا بهدية لكل مشارك بها مبلغ 500,000 دينار عراقي، جزاه الله ألف خير. شكر لجميع الكوادر المخلصة والجنود المجهولة التي تعطي لهذه المؤسسة كل ما تستطيع ولا تدخر جهدا لتطوير العمل فيها. الله يبارك بالجميع ويبارك بكم، وأشكر حضوركم، وأفلح من صلى على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وآله في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا ربي على محمد وآله الطاهرين. أحسنتم، بارك الله فيكم.